يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد عندنا دكتور في الجامعة من إحدى الدول الإسلامية يقول لا يسوغ الإنكار في مسائل الخلاف، فهل كلامه هذا صحيح؟ ما هو صحيح على إطلاقه. مسائل الخلاف الذي تبين الدليل مع أحد القولين أو أحد الأقوال ينكر على من أخذ بخلاف الدليل، أما المسائل الاجتهادية التي لم يتبين الدليل مع المختلفين فلا إنكار فيها، أنه لم يتبين رجحان قول على قول بالدليل. نعم.